لو يعني مثلا انت تقول عين الفرسان كلهم كانوا عليه، لو انت تاخذ الخمس او العشر سباقات الماضية بتحصل راشد ما يطلع من اول ثلاث اوائل. يعني هم انا قايل له وقايل حق الوالد انه يعني يوصل الخيل يعني لاعلى درجة. ولا تصير خصمي انا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وانا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصانا عزوم، عسفني محمد المكتوم وانا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم.